Show de blaster que bête l'émission. Tout de suite, هذه nouvelle génération. Pardon? Ah oui, faites attention. Tarak El Hanachi dit ma hadra ma yebdach. Merci. Dali, Dali Tunsi. Barsha énergie, ah oui. جميلة الفريق هذه اللي ديال العصلي. مروان مزين اقوى مقلد يا فنان. احمد العجيمي ما تنساش لا يدوان. اه والله ندوان. نوفيل جيني غاسيون. 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 اي اف ام احلى راديو. اهلا وسهلا ومرحبا بكم، نسلم عليكم الناس الكل. هذا موعد جديد من نوفيل جينيراسيون من توا حتى للعشرة متاع الليل. رفقكم كالعادة سويعة من زمان، حاولوا نبدلوا فيها الجو بعيدا عن السياسة، بعيدا عن الأخبار الجدية. نحاولوا بطريقة طريفة نعديو سويعة من زمان معكم الناس الكل اللي تعودتوا بينا واللي نزلتوا كل تحقتوا بينا. نعاود نعرفكم بفريقي، فريقي اللي حاضر في أوج العطاء متاعو، بداية بوحش البرتاج ملك الفيو سيد اليوتيوب محمد علي تونسي. مرحبا مرحبا طروق بكل مستمعينا الكرام. هذه نوفيل جينيراسيون. القيصر سيد الوان منشو ملك المسارح أحمد العجيمي. بونسوار 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 الناس اللي تبع فينا كل، وبربي فما شكون بعث ميساج طلع لشكون؟ لشكون؟ البنيامنة. البنيامنة. اي خويا اسمه موفق بن حميده قال لي القيصر سلم لي على الاولاد الكل واكثر واحد هاك المدنيني ولد بلادي. اي تحيه لي، تنقرا بعد شويه بعض المساجات. ليدي العسلي الجميله. هلو هلو، مرحبا بك طارق ومرحبا بالعباد تسمع فينا كل في نوفيل جينيراسيون. الفنان المقلد صوت الشعب مروان بوزيان. بون كارتي. صوت مجلس الشعب لانك تقلدهم. صحيح. المسؤوليه هي صوت مجلس الشعب. صوت مجلس الشعب. اي لانك تقلد شخصيات كثيره. صحيح. ما صوت الشعب خويا ريسبونسابيلتي كبيره برشا. صوت مجلس صوت البرلمان. اي اما زيد صوت الشعب. البرلمان. اي صوت البرلمان وفرانكلي باهي راه تعمل حزب سميه. تعمل حزب سميه صوت البرلمان. وي برافو فكره باهي. ماني قلت لك ما نعملوها في اللو مره لو نخمو نعملو حزب كيفاش تكون البرنامج نتاعو وكل شيء. نحاول نبرمجوا حوايجك من هكا. ليديا حمزه الفرشيشي مرجني. هذا اللي يقرا باك ولا باش نقرا لك شعر نتاعو. فرحه تحب فرحتي. واخر مره يحضر معنا الاسم هذا. قال لك لا اعرف كيف ابدا حديثي معك، لكني ساشاطركم ما يكمن بداخلي. ما بداخلي ليس كسرت انا ولدي القصيده نتاعو مسكين. ما كتبها بالفرنسي. فهمت اكل المكسر. انا شخص احبك حبا لم يستطع ان يعبر عنه لك، لا بافعاله لا باقواله. اعلم اني شخص عادي بالنسبه لك كاي احد، وهذا ما يؤلمني الى اخره. فقره طويلة جدا من الحب والغراميات تعبني شخص هذا. ابعث له مساج حمزه الفرشيش. يا حمزه ان شاء الله بنجيح في الباك. باك هو يا نيس زيد اكلم فينا من باريس يسلم على للناس الكل. اهداء عاشق كبار. اي لا يسلم هو يسلم على الناس. يا ليدي قالت له ان شاء الله تنجح في الباك هاو. هو كان اللي فور يعمل فيه هذا كل ليدي عمله في دفوار العربي توصل لك. صحيح. يا نيس من فرنسا يقول اهداء الى امي وابي، اهداء الى زوجتي المستقبليه، نحب نقول لها راني نحبك برشا ونهدي لك اغنيه غيابك طال. الفنان نسيت اسمه، شكون الفنان؟ غيابك طال ملحم بركات. بالحق؟ لا غلط مش ملحم بركات. شكون؟ ما نعرفش. غيابك طال دونك طول. اسامه لسليني زاد يسلم عليكم الناس الكل، برشا ناس يبعثوا لكم رسائل، برشا يبعثوا لكم برشا تحيات. تحيه للناس الكل تبعث لنا في رسائل، نحاولوا ديما نقراوا بعض منها وبعض الرسائل هذه. مروان تحب تقول حاجه؟ ليش بطا من رسالك عني؟ ليش بطا من رسالك عني؟ ليش بطا من سالك عني؟ ليش بطا؟ يلا اول فقره البرنامج تسويت لو كان. الوضعية الأولى شبيبة، لو كان نهار عرسك إن شاء الله الكل تعرسوا وتتهناوا في المدى البعيد. إي لو كان نهار إن شاء الله تبدا أنت. شنو؟ إن شاء الله تعرسوا وتبداوا. ابدا أنت. نبدا أنا. نشوفوا كان نجح معاك أنت. جربوا فيها. أنت ما هو العشيق اللي تحبه كل شيء. أكيد شي أكيد. وأحمى رسالة الحب. صحيح. وأتشرف بذلك. رسالة الحب. جرب. نحن رسالة الغفران نحن. صحيح. معري أنا. إي يعطيك الصحة. أغنية كاستر وهذه. معري ليجي. يا لا ليديا ماهوش واحد لبس المونسترا. شكون المعري؟ شعر ولا؟ شعر. برافو. كاتب ولا شعر؟ اي به به به. شكون المعري؟ شكون المعري؟ عجيب هكا. ليه؟ مش نسال فيك، معناها يعطينا المعلومة. عرفها ليديا، اعطينا المعلومة. شعر. صحيح، شعر عربي. شعر عربي قديم. قديم، يلا. والله قلبي وجعني. أول علاش؟ تقول المعري شعر. يكتب شعر. أبو العلاء المعري أديب. يكتب شعر. ليه صعب؟ ما هو عرف في الأدبيات، معناها عرف في الروايات. عرف كأديب أكثر منه كشاعر. بالطبيعة. برافو. من أهم كتاباته من أهم كتب نتاعو شكون؟ رسالة الغفران. رسالة الغفران. رسالة الغفران. مش أغنية كاستر ورسالة الغفران. عملها. إي عملها. يلا أول وضعية شبيبة، لو كان نهار العرس نتاعك تجيب مصور يطلب عليك برشا فلوس يصور لك العرس نتاعك.
باش تكلف لك باش تعمل تصور الى اخره دونك باش تجيب مصور محترم. وتوا ولاو يطلبوا برشا فلوس شوتينج ودرا شنو يمشيو للقصبه ديما يصوروا في القصبه صحيح ساحه القصبه صحيح زوز ملايين قداش؟ زوز ملايين وموين. نحب نقدم تحيه لقدور يخدم معنا قدر قدور قرشي فما حاجه احنا ما نعرفوهاش المواطنين العاديين وانه كلمه مصور تنرفزهم برشا صحيح يحبوا فوتوغراف فوتوغراف انا ناخذ معناها كاميرا بخمسه ولا سته ملايين اباري فوتو باش تقول لي واحد يقول لي مصور لانه مصور نتاع هذوك متصور صغار اللي نعملوهم باش نعملوا برميل ولا بطاق تعريف ولا كذا دونك بدلها فوتوغراف احتراما للي فوتوغراف. لو كان نهار عرسك تجيب فوتوغراف يطلب عليك سوم محترم في اخر العرس فجاه يجيك يقول لك راني ضيعت لاباري فوتو بلغه اخرى ضيعت التصاور الكل في اخر العرس. تصور عرسي معناها ضيعها امريكا سيت ان سيني ها سيت ان سيني كيفاش؟ معناها هذا ربي سبحانه بعث لك سبب الكف كف يدك صحيت اي كان صاحبي من اول نهار من نهار الاولاني اللي هي تصور العرس لحاجه ما تتعودش من نهار الاولاني تصور تحرقوا ظاهر عرقوه بخير دونك فيل باهي ظاهر فيل باهي برشا ظاهر نتاع هنا المراه ظاهر جاي مستقبل ظاهر مرته عتبه ظاهر علاقه ظاهر علاقه ناجحه من اولها لا ظاهر باش نعيش شيخ يعني وجهه تبارك الله الكاميرات حرقت التصاور ما شاء الله اي ما تعمل المصور حتى كان في اولا اهم حاجه هو تعب اي تعب لكن ولكن ضاعت ما يخلصوش ما تخلصوش اه وي كنت تطلع مخلصوا بالمسابق مستحيل عليه معروف عربون هذاك عربون لا عربون لاباري فوق لاباري لاباري تفزت تحرق فوق لاباري ما نمشي نرجع فلوسي ما يرجعش عربون ما رجع والعربون يعفى الله عما سلف يوم تصور تحرقوا تيك هاو اون بارلون دو سيني طارق انا فما شكون تكون منا في الفيونساي في الفيونساي نتاعها تحرقت الصاله قتل الفيونساي انت حضرت في العرس هذا؟ ما حضرتش تكون منك حرقت الصاله نفس اللقب لا يا بي يا عسلي قلت لك في الفيونساي تحرقت الصاله في العرس الفرقه عملت اكسيدون في ثنيه وما جاتش طلعت لها دبيله كبيره برشا في وجهها دو فاسون ديفورمي والمكياج ما جاتش ما يهمش هو يوم اخوهم البويا العرس مشيت قعدت شويه عند زغيت في قهوه وهزت روحها ورا واحد فماش فرقه فماش فنانين فهمت دونك الفرقه وشدت صحيح في اللي تحبه معاه انت واللي قررت انها باش تكمل حياتها معاه وكل والحمد لله بعد ثلاث اشهر طلقت قال لك عامل شوتين في جبانه اما انا كان جيت في بلاصتو هذايا بلاصت العروسه هذايا اللي تصور مشي ومعناها خلينا نسال عجيمي قبل لو كان ليديا في الوضعيه هذيا اش تعمل زعما؟ شنو ليديا في الوضعيه؟ ليديا في الوضعيه هذيا وتصور لا ليديا ما تصورش ما تستحقش مصور ليديا علاش؟ خاطر ديجا باش تعمل سيلفيات وستوريات وحدها ما تصورش ومرونجات وحدها فما انستغرامات تجيب فوتوغرافي صورها تو كلام هذا في عرسها كله ديز انستغرامات ديز انستغرامات كلهم تليفونات كلها تليفونات واللي ما عندوش ايفون 11 ما يدخلش صحيح عرفتها كلها ستوريات وواجب الفلتر لازمك تفلتر روحك وجهك باهي في الوضعيه هذه ليديا شو تعمل؟ والله جوغي با دي سال اسمعني وعرفت رجلها تحط له تغطي له وجهه بوجه قلب بالقلب اي تعمل عضو بليبر بالفلق بالحق تعملها تغطي له وجهه ب والله هذيك بالرسمي راهي اسمع اسمع باش ندافع على طرف بنات معناتها بالحق يبداو يغطيوا في وجوه اصحابهم معناتها بالقلب وبالكور خاطر مصلحبها هذاك مخلص عليك كيما ابوها هذاك هو يفو با سافيشي معناتها يفو اتر ديسكري وتخاف عليه من العين سبحان الله كي يبدا مزيان على الاخر تبدا هكا تخاف عليه من العين اي قول لي في الوراق نرجعوا للعروسه بوراك نحكم عليه يخلص نحكم عليه يخلص الحجامه نعاود مره اخرى المكياج نفسه والماشطه نفسها ما دام ربما زلت كريتها انا ونحكم عليه عاود لي شوتيك معناها من اول العرس بدا بالحكم هذا صحيح تصور انت كي تعيش معاه باش تحكم عليه بطبيعتي فما في العرس عبيد ما نحبش نتصور معاهم فهمت اما انت فيك عروسه اوبليجي باش تصور مع الناس الكل جاتك بالصالح جات بالصالح نصور كان انا وراجلي هكا بنات الخليط وبنات العم وبنت خالت عمة ابوك او اسمع باش ناخذ له بخاطره باش ناخذ بخاطري انا باش نصور امي وامه تصويره تصويره وهكا هاو يس في نصور روحي عادي جدا زاد الرجال يلبس من فوق كهوا راه ما عاد جست شتر نص شتر يموت الشورت عادي هو وليدي تبدا في سروال نوم مش لاكه فهمت عادي هو يسمع فينا شكون هو؟ سليم الفارماسيان ليه اختانا من سليم هو شكون هو؟ انت ما تعرفش اللي ليدي نفحه ويا برشا بالحق يا ولدي نفحه جايه مخ كيخف كل جمعه مع شكون؟ كل جمعه لا لا سي با فغي تقلق تقلق فيسا اللي تقعد مع جمعه تقلق منه سيريوز بالحق والله انت من الناس اللي جو با مونجاجي في حاجه نامبورت كو يا ولدي تلمون خمس
تلمو خرجت مع اولاد ليديا برشا اولاد وزاره الداخليه خدموها معه كي واحد يحب يتعرفوا على وجهه وما يعرفوش يوروه ليديا هذا تعرفوا خرجت معاه نزيدكم دوسييت اي صح تعطيكم هكا يا مروينه تحاول فيهم انت باش تعطيو فكره خايبه للعباد تفرجوا كلم مروين تعرف اكثر من كلمه مروين تعرف ما رجعش تكلم مروين مسكين ينجمش يروح مغلوب على امره بالي بالرسمي تفدليك هذا معناها وثمار وكل شيء الفايده في الضحكه صحيح الفايده الفايده في الهنا صحيح الفايده هو في الثمار قولهم الميكانيك قولهم الحقيقه مروان قولهم الحقيقه ليديا في ديل مروان حتى في الحقيقه تحب برشا في ديل شكون في ديل شكون في ديل كاسرو هي البروف كي تقعد معانا هاو سيم الفرنسيان هاو الاخر قدمها في كابيسان هاي امها توصي فيها صاحب واحد ماستير هاو جيب لي واحد من روسيا والله شيء غريب والله حزينه شكون اخترت لها يمها وقتها من الاكيب اخترت لها انا بالحق ونكرت فيا بلوكاتي من الانستغرام حتى امها على مراد الله شنو امها على مراد الله بالعكس امك ذواقه وانا امها كبرت في عيني على الاخر اخترت لها محمد علي تونسي وما ادراك الشعر ولا انا عاشق الاجيال تنرجع بالتفاصيل الموضوع هذايا عشيم ميداني زاد نشوفكم نشوفكم كيفاش تتصرفوا في الوضعيه هذايا بعد شويه احنا مازلنا مواصلين حتى العشره نتاع اللي ياخذوا معنا راجعين معاكم بعد شويه راديو ترجع لكم في السيزون 3 أخبار جديدة في كل ما يهم عالم السيارات كل نهار أحد من 9 لل 10 متاع الصباح نجاوبوكم على أسئلتكم كان عندكم مشكلة في الميكانيك ولا تحب تشري كهرباء وتحب شكون يمسحك يكفي باش تطلبنا على 71-194-194 وينزل على الرقم 3 وسجل أسئلتك ميلا نوتخو رونديفو كل نهار أحد من 9 لل 10 متاع الصباح مع ميلا بن يوسف على EFM أحلى راديو التوا في بالي باش نكمل فيسا يا اخي قاعده نحكيو على البروجرامز والقرايه اونلاين وليت الحاجه جزاف في الفاك بتاعنا تقرا اونلاين في لا بي بي اس اي ولينا نقرا اونلاين نو مور بروبلمز بين خدمتي وقرايتي انت زيدت نجم تكمل ماستر بتاعك خاطر عندك بلاتفورم فيها الكورسز الكل وفي اي وقت تلقاه ومعهم اكسس للكورسيرا سيرتيفيكيت تي اما انا ما قريتش بزنس وذ نيو ماستر اوف انتربرينورشيب اند انوفيشن ما يقلقش نو الباك جراوند تاعك يو كان ابلاي انا ننصحك باش تعمل انسكريبشن وكان تحب تعرف اكثر ديتيلز ادخل على الويب سايت tunisia.tn وإلا على الفيسبوك بيج Avicen Private Business School أوكي تنت عدلو من غير ما تمشي للفاك أدخل عملها توا أونلاين أحلى ضحكة حيد القرن حيوان كالش ولا ليه ولا عش نعرف وحيد القروي صاحب يقرأ معايا في المكتب يموت على المقرونة صحن ماشي صحن جي يموت عليه يودي نحكيو على الحيوانات تقولي وحيد صاحبي تعالي هكا يا عمر ركز ركز معايا مرة بصدك هذا لما مو نسرقه هو اللي رتاح منه خلي الحيوانات على الشيرة نمشيو للإنسان تعرف الإنسان ما؟ اي نعرف الإنسان بالطبيعة انتي إنسان وانا إنسان وبوك إنسان اخي بابا إنسان يا فن نوفيل جينيراسيون مع طارق الحناشي رجعنا معكم في نوفيل جينيراسيون موصلين حتى للعشرة متاع لي الفريق حاضر في أوج العطاء بداية في محمد علي تونسي وي 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 مروان بوزيان مونغا تي مونغا سور ليديا العسلي هلو هلو القيصر أحمد العجيمي الحاج البيه في ليديا ديما تبدل مرة هلو هلو مرة هلو 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 مرة هلو كهو ديما تبدل وإحنا زاد ديما نبدلوا يلتحق بينا محمد بن يمنة أهلا وسهلا أهلا وسهلا بن يمنة بعد شوي عن هابينيس أي أوكي يلا نكملوا في الوضعية متاعنا الأولاد ما جاوبتونيش لو كان نهار عرسك في آخر لحظات يجيك المصور الفوتوغراف كما قلنا قال لك راهو تصاور ضعوا لي والكاميرا فزدت كيفاش تتصرف عجيم انا ما نورمال ما ضاع حتى شيء نقول انا مش عندي شعر على السنه ومرتي وما عندناش فوتوغراف ايه يجي معانا ويز معايا شهر العسل للوتي اي بيت معايا في لوتي بالله نقمو يصرف عليه نقمو نقمو ما صرفش عليه بيت معايا يصور شهر عسل كامل ويصور شهر عسل كامل معايا جفالي باش يرد ومصروف لوتي يا ودي معايا معايا ما عنده عربون ما ياخذ جو به يخلص به الواحد متاع الصدمة متاعي متاع الشوخ تصورني عارف مصدر قاعدة كاملة ودنيا وعشاوات وتصورتي مع أمي تصورتي مع أمها باش باش تفايس صحيت صحيت كي يقولوا لك يا عجيمي راك جبت الفنان الفلاني والفلاني العباد ما تصدق كيما تصور ونبدا جايب الدلاجي تبدا ما جبتش فنان ونبدا جايب الدلاجي اللي هو دري تونسي الدلاجي أما الدلاجي مش باش يظهر هو باش يجي الدلاجي في عرس من وراء ريدو مش يظهر جملة الدلاجي الدلاجي يظهر أبو سعودة صحيت الدلاجي اليوم جبناه في دوامة في بالك بالله اسمع على انترفيو تلقاه في
الباج نتاعنا في راديو اف ام. قول لي عجيم العادي معايا شهر عسل خويا فشل يروح على روح مربوط عبارة مربوط دالي توز خويا الغالي هاي في الوضع تحرقوا نفرح ليديا اش بي حسيتك تقلقت كي حكيت انا على الدلاجي الدوام لما ما حسيتك ليه هكا معلش قلت كيفاش ليه قلت بنين ريت يحب يعمل في البيبيسيتي للروح وانجلك سيما علاش قول لهم علاش على خاطر طارق المعد برنامج الدوامه انا وعبير زغدودي وسام صافي تحيه لهم دالي تحيه لهم باب الغال تصور تحرقوا حاجه به شنو حاجه ديجا نحبهم هكا كان كيفاش نحبهم باشمتين كيفاش طايبين بزايد الباقيت نحبها طايبه بزايد هيدي تصور فزدوا تحرقوا بتاع ليه ما هما هو فرحة العمر ما هما هو ما نحبش نراهم انا انت في بيتك خلي دروك هيك اوم بروم وتحطها وتكبرها التصويره الكحله وتعلقها في الدار باهيه وكل بين تغشك تقولها وجهك شفت شفت حقيقتك هاي حقيقتك هذيك قلوبكم قلوبكم هذيك نهار عرسنا قلوبكم هي فرحه في العمر مره ولو مروان ولو ما بام يحب شراها مظاهر علاقه طيبه بس ولو مروان انت نحسك مش نتاع مره بركه باش تعملها شنو انا هي فرحه العمر يقول لك مره برك انت البروفيل نتاعك بتاع اكثر من مره جامر وين قال لي العرس محلي كتعيشوا سبع مرات صحيح دجا البروفيل نتاعو نتاع دجا باش نجربوا برشا مرات ها هو تلمون العرس محلي انا باش نجربوا برشا مرات بالشيخ بيه معناها برشا مرات صحيح انتم فهمتوا بالغلط راه اكيد انتم والمستمعين انا نقصد مرتي باش نعاود نعمل لها عرس في هي. كل بلاد نمشي لها نعاود نعمل عرس اي وانت طارق فرافن عرسك معناها انت وهكا واماني وتتحرق تصاور ما يقلقوش خاطر ما يعملش تصاور بخور ويذبح برشت اش تعمل؟ علاش سلاميه سلاميه انت ومرتك باهي وتحرقوا تصاور وانا نحبها تحب تصورها تصويرتها وهي محفوره في قلبك زاد يا عجيب تصويرتها محفوره في قلبك وهي تحبك زاد والله يا سيدي يا سيدي نعرفك انت قاري كان اي 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 ليه مش يقول نخرج فاصل ليه 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 امان امان ليه ليه اشرب من دمه تشرب من دمه بالطبيعه يعني كيف فما بوليسيه يسمعوا فينا نعذبه كل مرة نعاود نعيطوا في عروسات نتاع أقارب بيك تعذيب طارق كيفاش؟ ما خلصوش يا عجيب في بيك طارق كيفاش يعذبوا؟ قول له حسبي الله ونعم الوكيل فيك أحسن وهذيك مشي مشي تحطم مدمر هذيك كان دعيت عليه سي تسمعك سمعتك كيفاش باش يعذبوا ولا قال لك في كل مرة العرس نعاود نجيبوا هو أنت ماكش باش تعذبوا هو أنت مش تخلص اللي يقربوا لك هو دونك باش يحرقهم زاد الآخرين يبوك حراق انت هالحفلة الزفاف ولا غالب ما عادش عندنا تصاور ولكن عندنا قصص نجاح مع محمد بنيامين هكا ولا ايه هابي ناس قصه جديده قصه جديده اليوم شكون بنيامين اليوم تسمع تو تسويت تعرفوا على شخصيه جديده قصه نجاح مع محمد بنيامين بطل قصتنا اليوم هو انسان خلى البهجه تدخل القلب كل صغير في العالم ممكن برشا ما يعرفوش اسمه لكن يعرفوا اعماله بطل اليوم هو والت ديزني ديزني وندزك والت ديزني والت ديزني اسمه الأصلي هو والتر إليوس تولد في شيكاغو عام 1901 من أصل إيرلندي عاش طفولة قاسية برشا برشا خاطر من صغر سنه أبوه كان يعنف فيه برشا وفرض عليه يخدم معاه في المزرعة بالسيف وكان والت يخدم معاه ويعاون في أبوه رغم اللي عمره صغير برشا على الخدمة وفي أوقات اللي أبوه يعطيها راحة على الخدمة ما كانش يمشي يرقد ولا يمشي يلعب مع أصحابه كان يستغل في الوقت متاع راحته باش يعمل هوايته اللي هي الرسم كان يرسم في الطبيعة والحيوانات والحاجات اللي يشوف فيهم غدير بعد مدة مش طويلة برشا أبوه اضطر أنه يبيع المزرعة وينقله الكنسس واضح خدم والت في برشا خدم باش يعاون عائلته واحدة من هذه الخدم كانت صحافي في جريدة والجريدة هذه طردته قال شنو هو خاطره ما هوش مبدع هكا وما عندوش إبداع وما عندوش أفكار إبداعية جديدة إيه لم شوية فلوس وأسس شركة صغيرة متاع إعلانات هو صاحبه لكن بعد مدة قصيرة اكتشف أنها ما تناسبش طموحاته إيه جرب زاد مشال شركة أم جي أم واقترح عليها شخصية ميكي ماوس لكن الشركة رفضتها الشخصية الشهيرة إيه وقالوا له الشخصية هذه باش تخوف نساء ومش باش يحبوها الجمهور هز رسوماته وقال لا حلمتي ما توفاش هكا لم عائلته وأقنعهم بفكرة شركة إنتاج رسوم متحركة تحت اسم ديزني براذرز ستوديو وبدأوا في جراج دار عمه مش حتى في دارهم بدأ المرة الأولى بأفلام قصيرة ونجحت على الأخر وقتها بدأ يصنع في شخصيات كرتونية لتو العالم يحبه أي. وشق طريقه لنوصل اسمه مكتوب في بداية أكبر أفلام الكرتون في العالم والت ديزني
من هواية كان يمارسها في وقت راحته بعد التعب والتعنيف من بوه الأكبر شركة إنتاج أفلام كرتون في العالم. أي كل أحلامنا أحلام سامحني في الغلطة. أي كل أحلامنا ممكن أن تتحقق إن كانت لدينا الشجاعة لمتابعتها. وولد ديزني. وولد ديزني مع مهام. وتصحيحا للجملة الأخيرة كل أحلامنا أحلامنا صار لنا غلطة صحيحة قال صحيحة وصلحها بالغلط. أنت قلت الصحيح بعدها غلط صحيح. مش كيفوك على الغلطة ذي تفضل غادر لا مش غلط لا برافو لا 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 يعطيك صحة بنيامنا خمسة وخميس عليك بنيامنا برافو فنان صح أقوى فوقوف شفته في حياتي صحيح بنيامنا قسما بالله مؤثر برشا صوت حتى كيف بدي أحكي لك ما لسعد مشي عشا صحيح تولي مش نورمال تتأثر أهم حاجة في الحكاية كيفاش في جراج ولد عم معناها خاطر الجراج تاع ولد عم وبرامو هو اللي كان فيه الإلهام وبشوريك حتى في إيرلندا ولد عم ما يتشوش بعض شفت معناها إيرلندا ولد عم كيضرب عليك بالبول ديماجيناسيون ما عندوش ايماجيناسيون وولد ديزني ما عندوش ايماجيناسيون لي معروف المشاهير الاكبر مشاهير العالم بداو هكا راهو محمد علي كيما واش اما تصور كان جاي في تونس وهو صغير بوه يعنف فيه شنو يكبر يكبر صغير ما يكبرش عجيمي يكبر العجيمي شفت الرساله باش ما تفقدش الامل شفت شو عملوا له وولد ديزني البحر الهادئ لا يصنع سباحا ماهرا اجل برافو يوجد في النهر ما يوجد في البحر ميرسي بوكو محمد بنيامنا كل يوم معنا في هابينس احنا موصلين معاكم في فقراتنا توتسويت نمشيو كويز بين البارح واليوم يلا على بركه الله نسمع اول اللقطه تعطينا الو سمير اخزر لي سمير اخي وينك البارح قلت لي ماشي للتواليت اخي بنت غادي اي وصلت للتواليت ورجعت خسماني بعد جيت روحت معايا ولا قعدت غادي يدي قمت نلقى روحي راقد بحواجي ما تفكرت شيء لا لهنا تغلط ما روحناش مع بعضنا اسمعني سماير برص امك تجي جاي يجيب معك حاجة ناكلوها جيعان على الاخ جيزولي من نجم صاحبي نجمش وعليه ما تنجمش خطرني في بلاصة بعيدة ياسر من نجمش اسمعني انا خليت لك 10,000 فرنك مصروف تسري باش تحب مصروفي من وقتها انت تعطي فيه في مصروف ماني عزيز وز مليارات كنت باش نخلي لك مليار بعد قلت لا سيب عليه ما خليلوش قول سمير خايب خليت لك 10,000 كاملة الفلوس اوبا غدرت سمير صبري لاس فيغاس العمل اللي هو دنيا اخرى واضح دنيا اخرى العمل سيزنكو يا صبري يا دي عاد خليت لك 10,000 انت شنو الموقف اللي ما تنساش فيه في غدره كيما هكا صار من صاحب هكا عندك فسروا لي علاش انا نحب نضحك يعني. ليه هو على شافك قول لي عجيب ديما نحب نفهم علاش مروان برجولي اسطوره ليه عاد كل مره تضحك على مروان اسطوره قول لي علاش باش المستمعين يفهموا على شافك تضحك كيف بدون سبب انا اقول لك هذاك انا اقول لك مروان كيرث بالحق والله مش اسطوره بالله كيرث كيرث به يلا العمل دنيا اخر شيء قصده انا بيدي ما فهمتش حتى المستمع مش يقعد في التسلل هكا مش فاهم ليدي ايش يقصد ليدي ما نعرفش انا الشخص نحب نحكي الحكايه خاطر تغدرت كيما كريم الغربي انا في الحكايه هذه صارت لك غدره كيما هكا صارت لي كيما هكا غدره نتاع فلوس زاد دايخ فات كنت صغيره كي جيني خويا غدره كلب عربي جيني خويا قال لي اسمع ما دام عندك تلم في الفلوس وكل اعطيني انت 5,000 انا نعطيك 10 فهمت بشكل نزيد نعطيك فلوس وتزيد في مخي باش نكبر المشروع فهمت هكا هو يمد لي شنو يمد لي اوراق مونوبولي انا ماشي في بالك الاوراق مونوبولي انا نشري بيهم شوكولاته ثروه نشري بيهم برشا حاجات فهمت نمد له 5,000 يمد لي ورقه نمد له 5,000 يمد لي ورقه خو عاملوا لها كيما عامله الحكومه للشعب اي برافو عاد نلقى روحي في اخر عام مليونير ندز في الفلوس بالركبه في بالك سيدي الاوراق هيك هاو طلعوا كيفهم كيفك الاوراق النقديه شنو هي ذوك ومش كي حلو الاوراق النقديه اما خويا استغنى مني صح علي سامحوني انت قلت حكينا غدره غدره من صح غدره هي هذه تعتبر غدره ما حدايا غدرت لي انا صاحبي غدرني بالغاز ما وما حكيتش عليه وما حكيتش عليه والله ويا شفت مره اخرى عاود غدرني حاسه تشبه بيز المره هذه بيز العاد لا قال لي ان وقتها انا تغرمت بالشقاقه شفت برافو كل عمر نتاع الشقاقه زعما انت كيف تحط في برشا فلوس عمر الشقاقه عمر الشقاقه عمر الشقاقه شنو فما عمر الصغار الكل يشريو في الشقاقه شنو عمر الشقاقه عجيم عمر الشقاقه ما عرفتش انت عندها حاجات عمر الشقاقه بيزار برشا عمر الشقاقه ماشي في بالها الشقاقه معناتها كي كانت صغيره تلم كهوا معناتها وانا صغير كنت ناخذ شقاقه ب 5,000 نحط كنت ناخذ شقاقه ب 5,000 نحط فيها 12% ونكسر الغباء عرفت روحي مش نطلع رجل اعمال الغباء عندي مع البزنس ليه داي حكينا فما عمر بالحق الصغار الكل يمشيو يشريو شقاقه يسخلوا روحهم شو اللي عندهم برشا فلوس فهمت
قال لي اسمع حطها في بيتي بشكلها اون سيكوريتي باش ما يمسلك حتى حد. اوكي هكا كل مره ادخل حط فيها فلوس. قلت وين ابي ندخل كل يوم نغزل لك الشقاقه من بلاصتها ما تتحركش. ندخل ونحط فلوس ونخرج نحط فلوس ونخرج. عاد منهم مره كي انها زيت الشقاقه نلقاها ونقبها من اللوطة نحط منها ويجبد منها والفلوس تحت من اللوطة. هذه غادرة هذه مؤلمة تحية لكل خو عنده أخت صغيرة يستغل فيها كما يستغل استغلني أنا أخوي. تراها نشوف عجيمة تحية الغادرة تراها نشوف الغادرة عند أسمع الغادرة يتغدرها صاحب عند أهل راتس. عندي صاحب يتغدر الغادرة يا طارق التوى مغدور بالله. إذا يا صاحبي أخوي عرف واحدة من بيجي عايزوا له عبد السلام غدار. إذا يا غدرة بدي باش تبكيك إيش أنت باش تبكي. أنت عملت جدمو على عبد السلام غراد ولا كيكة بالزهر؟ عبد السلام غدارة خاطر فما عبد السلام غراد إعلامي بالحق هكا ما تعرفوش ذا ما نعرفوش أكيد إعلامي في السبور. إذا يا خويا صاحبي وطحونتي عرف طفلة من بلجيكا معناها طفلة عمرها في الترونتين هكاك. أنت دالية عملتها أنت تحب تقص مسر باش تقص عليا. أي برا عرفت طفلة من بلجيكا أنت دالية عبد السلام غرادة عرفت طفلة من بلجيكا قعدوا يحكيوا ست شهور على فيسبوك بخي قالت له عندي ليك سربريز. شنو سربريز مروان؟ شنو هي؟ قالت له ايفون قالت له باش نجيك لتونس. الطفل ما رقدش قالت له نهار الجمعة 9 نتاع الصباح تلقاني في مطار تونس قرطاج قدام المطار ربك المعبود 9 نتاع الصباح شو يصير؟ سانتا صبيحت يطلع عنده ما يعمل خويا طفل باش يعمل ساعه روتار معناه شي يبعث شكون يبعث ليزيا صاحبه ونتيم نتيم نتيم خوه عشيره ما وملح متربين مع بعضهم يا طارق. صاحبه قال له اقعد مع ساعه في المطار باش ما تقعدش وحد اللي نجي مشي صاحبه يكلموش من بعد بساعه الاخر تليفونه مسكر ست شهور ما راش لا صاحبه ولا الطفله. من بعد كتبوا صديق يلقى كتب على صديق هزوا وخذي على صديق يصبوا شحكي لغه في المطار نتاع راه ولا وابا يا دور عن غادي هذا والبلجيكيه فيديل برشا. اي صحيح عندها دي برانسيب مبادئ فيديل هما ست شهور يحكيو باش يوريك العلاقات على الانترنت زاد قداش ما عرفتش عندها عرك تونسي بلجيكا مروان تحب في واحد على الانستغرام على الفيسبوك معناتها ست شهور يحكيو كام وجيت ومغادي مو الاخر شهور يحكي لها لا عادي يتعقلها مات والله اعلم ما دعارها حتى وبرا حتى كان قالها مات وهي هي اديها تحب تعرس. اي ناخذ مروان اي انا والله منير ولد خالي قدم له تحيه اذا يعيش في ايطاليا تو حرق وتو وصل وصل لاباس انا مش مستغرب كيفاش واحد ولد خال مروان هو حارق صحيت خاطر هما من عائله ثريه ما كانوش ولد خالتك اللي كانوا يخبوا عليك في الحم هما من عائله ثريه ولد خالته يحرق معناها هذا تقصير من هذا دليل اليوم الحرقه ما عادش مربوطه كان بين الناس الزواولة معناها ممكن عنده مشكله مورال يحب يهرب من نفسيه ولا يحب يعيش افونتور بالك عنده مشكله كيما عويسه كيما اللي عشتها ليدي نتاع الشقاقه ازمه والله تصدق انا تخوماتيزي من حكايه الشقاقه الى يومنا هذا ما نجمش نلم فلوس ونعم شقاقه اخرى من وقتها قعدت ديبخي من وقتها اي متازمه اي شفتي اقوى غدرت غدرتها ليديا من عند بنيامنا في العديد كيف دالي جاي فتلك مع ليديا اي كجير نتاع التقييم ضربها بي في وجه ضربها بي في وجه جيني انا قال لي برك كمل فتلك معاهم جبت انا جير فضربتها بي في وجه بنيامنا ما عندوش مبدا استنى بنيامنا جيني قال لي اسمع شيمك فيهم تخبى ورايا هك ورايا ما عاد يمسك حتى حد كمل سي العجيمي ايش عمل لي بنيامنا يدو تعرفي بنيامنا انت معناها يلبس كلاست في يدو مش كوندوات معناها ثلاثه يدين هك يحط برش كيلو جيل ويضرب به ليدي توي ليدي وجهها روز تليفونها طاح في التواليت ليدي وجهها هكا كبر وبنيامنا ثلاثه يدين ثلاثه يدين معناها مشيت غرفه جالسه ما نخلوها ماتت شنو ليدي دختي اسمع وانا متخبيه وراها زعما متمينه معناتها مش في جيني جيل جيني كفو الجيل زوز عطينا غدرة روح هو ما قلت لك حرق روح روح سيبوها وصل عطينا سيدي حرق صحيح مروان على شنو؟ على وجبتي اه ميرسي قلت لك انا صغير ما كنتش نتكيف انا عجيمي فهمت شدني هذا منير قال لي ايش نعلمك قال لي تنقول لك كيفاش حطها كيف في فمك السيجار وعمل بابا جي بابا جي صحيت تعلمت بك بابا جي وانا معروف في عائلتي لينا عاقل برشا ومتربي برشا نزلنا كي كملنا ديريكت وصلنا للدار وانا واقف بحذاه وعيني في عيني قال هذا ولدك النابغه اللي تحكي لي عليه نظيف العاقل شم ريحه فمه اوكي اي اي خايب هو اللي علمني كي وصلنا وهو اللي صبك هذه الغدره دليت راه بابا الغالي غداره غدارة أعطينا غدرة دنيا يا غدارة مليت كاسي مرارة أعطينا عندي صاحبي مسميه صبري جزيرة يعني. صبري جزيرة هذا أكثر واحد غدار وصبيب نقرأ معه من الأولى ابتدائي للباك
يضربني معلم ولا نخرج اكسكلوي ولا يضربني معلمة ولا بروف ينبزني ديريكت يطبط بالباب أمي زين دالي ضربته ساتي سلم نهار الاثنين تك 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 أمي زين دالي ضربه سي عيمات بكف هار الربع مرة ما معناتها في العطلة ما نورمال مو ما مشيتش نقرأ ما خطر ما سلاعة ضرب الباب أمي زين أمي زين دالي ضربه صبات فما غدرة زادة تصير اللي هي كي تمشي البلاصة ما تنسش معك فلوس أما معمل على الديستريبيتور اللي خديك تمشي انت تدخل كارتة بتاعك تضرب شي يقول لك ديستريبيتور ارسل 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 انه فيلبل ناو صحيت هذيك كل جمعه غمون انديسبونيبل هذه من اكبر الغدره عندك عاد غدره اخرى عندي غدره اخرى انا صغير ما زلت ما نعرفش لا تاري اول مره نشوفها تاري وقتها في دار خالتي هذيك اللي حكيت لك عليها يا ابو اتاري 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 يا حبيبي كان كله كله كذب اسمع انت ايش عرفت عرفت اتاري فهمت ايش اتاري اتاري يا حبيبي وريكم الحكي مش اتاري يا حبيبي اتاري يا حياتي كان كله كله كذب هو قال اتاري وين شنو يا طارق فهمناك يا طارق فهمناها فهمت ايش اتاري لعبه وين شنو نقصد انا شنو نقصد اتاري يا حبيب كان كله كله كذب اعترف لك باتر يا روحي كيف ايش جد موها اتاري عندك فازة في العالم عندك فازة في البلاي ستيشن اتاري ترى شوف لي قلبه في البلاي ستيشن عنديش عنديش وحده بيدو بيدايش اي صحيح برافو اتاري فمدها انت البلحاج انت البلحاج خلك يعلن اعتزاله بعد ما سمعش جد مو ايمشي مروان اي حاسيله قلت لك مشيت نلقاه يلعب في لاتاريفا من مورتال كومبا كان تذكروها هذيك مورتال كومبا صحيح يلعب قلت له خلينا نلعب ميلي معاك صحيح كان كله كله شعمل مد لي مانيت وين نضرب ايش باش تعترف لها عملت تابي هو يلعب باللاتاري قلت له خلينا نلعب معاك كان كله كله قال لي اوكي نضربوا بكاسكره والله يا عاد نضربوا بكاسكره مدي المانيت نلعب بعد تعترف لك يا روح نمشي بعديه نكتشف وين يلعب كونتر الاورديناتور اي تصور انت الناس سمعتك ما سمعتنيش انا اذاعات خاطر الميكرو نتاعو مقصوص هو غدره به يا مروان غدره معتبره يا طارق غدره ايش بدي مال الغدر اي قول لي طارق باش نسالك حاجه سمع فما فاز هريتا انه فما انيماتور وكو انيماتور معناه انيماتور كوني انا قلت لك عليه وانا يانيمي معاه انا قلت لك عليه ما نجربوهاش انا مراي نتعدلوا الكويز الثاني يلا اعطينا اللقطه الثانيه اعطينا اللقطه الثانيه كان بيعمل له في اليوم 20 30 جنيه النهارده بقى لو عمل 10 جنيه يبقى كويس اللي انا عملته ده صح ولا غلط الدين بيقول ايه الشافعيه قالوا ان حلق اللحيه سنه اللي يلتزم بيها ياخد الثواب واللي ما يعملهاش ما تبقاش معصيه في واحد راجل يا سيدنا الشيخ مش قادر على مراته اصل الشر بعيد عن السامعين متجوز واحده ست قويه ومستبدي عاوز يعلمها الادب يعمل ايه الدين بيقول ايه فعظوهن ما بتتعص واهجروهن في المضاجع احب حاجه على قلبه اضربوهن لا شديده وقويه شنو العمل هذا ذي ضحكني برشا العمل هذا من اروع الاعمال أي. للمخرج احمد رامي بالحق نعم تعرف المخرج رحمه رامي امام استغفر الله رامي امام اللي هو ولد عادل امام ولد عادل امام العمل اسمه السفاره في العمار يا ودي ليه ليه هو بالرسمي يرى من اروع الاعمال وعالج برشا مشاكل برشا قضايا اقوى مشكله في مصر هذيك التجربه الدمركيه يا ودي ليه عشيمي ذي شو اسمه ذي اقوى عمل في مصر بخيت وعادل عمل معناها عالج قضايا بالرسمي الاجتماعيه برشا ذي مدرسه مشاغبين ليام لندوشه بخيت وعادل هلو امريكا هلو امريكا فيلم نتخيل فيلم من اقوى ما فما في 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 مصر سفاره في العمار انت عاودت لي كلامي اسمعني الفيلم هذا نحن غزينا ما فدلك تو ما هو بديت به انا نورمال مو تعطي اجابه صحيحه كملها انت كملها انت حنا في القبه العمل هو حسن ومرقص حسن ومرقص زعيم عادل امام عرفوه للناس على اساس هو شيخ اسلامي ولكن هو قص مسيحي يسالوا فيه اسئله على الدين وهو مسكين مش فاهم هذه نوع من الغدره زاد راهو يغدروك بالله تكون في بالك تعرف حاجه وياخذك يقول لك اعطيني حاجه اخرى كيما بروف ياخذك اعطيني اجابه صحيحه كيما انت ديما تاخذ بيدي تقولها شكون المعري ومعاه في البطوله عمر الشريف عادل عمر الشريف عمر الشريف اسطوره اسكار اخر الاعمال اللي اجتمعوا فيهم تقريبا عمرك حصلت مره صارت لك تفسر في موضوع اصلا انت
ماكش فاهمه عجيم، انت ماكش فاهم الموضوع وتفسر فيه. مره اخويا طلعت في التيجيام فهمتني، نلقى طفله جميله جدا، ما تطلعش ترونسبور جمله عجيميه، ادي نعيش في ترونسبور تطلع لي تطلع لي طفله طفله قاعده تحكي بصاحبتها على موضوع تاريخي وثقافي يحكيوا في التاريخ، انا ما لقيت حتى حد باش نحكي معاه كان اني نرمي السنار على الموضوع هذاك. برافو، نطرت خويا كالعقاب وبشوي نطرت كالعقاب نحكي معاه نحكي معاه في حكيت ماهيش موجوده جمله عرفت، نقول له عام 1941 صار كذا وما صار حد شايف في الوقت هذاك. انت تزيد معايا عرفتك اللي هي مندهشه مندهشه تقول لك قداش مثقف الطفل. صحيح. ومن بعد نقول له تعرف عام 1100 صار ونحكي معاه في التاريخ نقول كذا مثقف برشا، وفجاه حصل ما يمكن في حسبه ينقذ واحد مثقف بالحق ويعرف التاريخ بالحق يسمعني نحكي تنطر قال لي المعلومه هذه غلطه راه خاطر عام 1900 راه صار كذا وكذا. اوبا وقعد هو يحكي معاه وخرجني انا غلط. مش خرجك انت غلط. انا غلط وانت غلط. اما هي كنت مصدقه الاشاعه تستغل انت ساعات غباء بعض الناس كم كنت تعرف وتحكي له بيفير كتر وقل غباء لازمك تلقى اي وسيله باش تحكي معاها. موجود برشا في تونس هذه الغباء تحكي لهم اي حكايه يصدقوها. لا مش برشا فما ناس فما شكون فيق فما شكون ناس فيق مثلا انت تبدا ما تفهمش في الدومين مثلا الفضاء انا اي مثلا نجي نقول لك انا راه فما كوكب اسمه كذا وكذا باش تصدقني معناها فهمتني. باهي مروان بوزيان. والله انا صارت لي مره فازة عندي كوبل صحابي. عندك كوبل انت عاد كوبل اصحاب طارق الحناشي امشي اي كوبل عندك كوبل اصحابك كوبل اصحابي متعاركين مشيت بعدهم للدار كي العاده نلقاه كل واحد شاد تركينه يدي شبيكم صليوا على النبي صلى الله عليه وسلم مانيش فاهم حتى شيء. مشيت للمراه قلت لها انت شنو يا اخي مستنسين انتم كي ومحليكم تي عاد تي عاد اضحك لي صحيت نعملوا جو عامل لنا عشاء عامل لنا فطور اختي مروان خاني كي خانك تي تسير تسير يا اخي نزوه على غزره تي صحيت خسر دي رجال كلنا نخزروا يا اخي شنو هي تي مانا كلنا هو يحبك تي شو قد كان كان طارق كان طارق مروان قتي خاني مع السكرتير اللي يخدم معاها تي سليمان الابيض حيته الكل مع دادو نورمال وما هو يحب يعني مرته صحيته مروان قالت لي السكرتير حبله اسمعي قلت لها انا روح انا لازمني نروح و تفرج بيشوفني حل وانسى اللي حكيته لك الكل فوالا وان شاء الله تليق مبروك. لا على ذكر الخيانة عندي نكته على الخيان باهي ربي يستر عندي نكته على الخيان ليله نكته باهي طارق وخالد معفي ولا فما راجل جا قالوا له راهو مرتك مع نص نهار كي تمشي انت تخدم ديما تمشي هي وراجل للغاب يدي قال له مستحيل مرتي تحبني على الاخ يجاوه من غدوه قالوا راه والله العظيم مرتك بالرسمي ما كل ما تجي نص نهار تمشي هي وراجل للغاب قال يدي صلي على النبي مستحيل من غدوه لي انا من غدوه قال انا مانيش ماشي نخدم نص نهار باش نمشي نتبع مرتي بالرسمي تمشي للغابه ولا نص نهار مش شيخ تبع مرته لقاها بالحق معناها مشيت هي وراجل للغاب قال من العباد شو تحب تفتت شجرتين ردوهم غاب باهي ده اللي يحكي لي بابا يا باهي شنو احكي لك انا شنو احكي لك انا؟ احكي لي موقف حطيت فيه وانت ماكش فيه. انا مش موقف انا ديما اي اسم يتجبد قدامي قراني. اي اسم كانت من الفنانين نعرفه صاحبي كان اسم كذا نلقاه مخضرم الاسم فيه ثلاثه اسامي وكذا فهمت نقول له قراني. فهمت؟ سي مثلا سي جيلاني قراني. سي توفيق قراني. سي رضوان قراني اكيد عز الناس مسيره تعليميه شاهد عليه. سي رقيق سي رقيق تعرفوا سي رقيق نعرفهم اللي كان رقيق قد كي معناتها ربي يطول في عمره ان شاء الله. سي فاضل سي فاضل سي فاضل الله يرحمه وينعم الله يغاظني غاظني كي توفى ما عنديش فكره حي نعم حي سي فاضل سي فاضل الفضلاوي انا غلط في حتى سي الفضلاوي زاد نقل من المكتبه ما حي شوف الدي ربي الحي يقوى رحمه الحي تجوز اكثر من 100 صارت لي مره صاحبي جاي هو بوه وانا حكي له قبل معناتها اللي ابوه راهو قراني وتوفى فهمتني قالوا با وفلان كذا قال لي مش قلت لي سي الفضلاوي قراك والله يرحمه وينعمه يا اخي وسلم عليه قال لي عماد الفضلاوي قلت له يوحي العظام وهي رمي باهي فما كومنتير جانا في الوضعيه اللي حطيناها نتاع لو في عرسك المصور تحرق له تصاور قال لك فما واحد عاشها بالحق اما مش التصاور تحرقه المصور حرق حرق وهز تصور معاه ومشي ولم يعد عاش بالحق هذا عرس في تونس تصور في ايطاليا هذه نتصور كان يحبها هذه كيما انت في عرس اماني ما مشيتش انت عرس اماني قلت خدمت انا قعدت لبرا اعذرين يوم زفاف وائل جسار اغنيه وائل جسار قد سمعتها مره تاثر فيك بالله من حقي مصدر وانت قاعد برا
واعذريني في الباركينغ هذا في الباركينغ قدام البار قدام السال وقتها المره هذيك شوفيهم طالعين حسب اصحابك المقربين بكيت ولا بكاسك من الاربعه نتاع العشيه حتى التسعه نتاع الليل حسب اصحابك المقربين قالوا لي اول مره تتعاطى وقتها ثاني مره لولا في الفيونساي لولا في الفيونساي شوفك كي ولدت بتزيد تتعاطى لا ما زلت اثر فيه عليه وفي عرسه وفي عرسه شفتك ولا لا لا ما شفتك سوي خارجه لا لا, لا, لا هكا 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 نحترم نفسي خليها تشوفني في شر عسل قعدت البر زاد يقوم زفه الله ما قدرتش افرح زيه ما خطرش ابدا يوم في بيت نبقى واحد منهم نبقى واحد والله بكيس والله عيني زخرف خليه يقوم زفه ما قدرتش افرح زيه ما خطرش ابدا يوم في بيت نبقى واحد خليها ترك الكلام حتى نمسح الدموع ناخذوا فاصل صغير مازلنا موصلين معاكم حتى للعشرة متاع اللي ناخذ معنا رجعين معاكم بعد شوية يفهم الخمسة متاع العشية غاسين كاري ايوان سوكم في المرويح من القرية والخدمة سامي بن نور وبقية الفريق مرحبا بكم الجروب حاضر بعد عملية التعقيم على يميني جميلة الشيخي بن ملك يلا يرجعنا كذلك ابراهيم الطايف تنابع لي كرونيكور شادي عرفاوي على يميني عبد الستار عميمو يلا بهضة عبد الستار فرح برجب غازي عايد سوس المعالج يفهم أحلى راديو يفهم غدوة السبعة متاع الصباح تبدأوا نهاركم مع الرف ماج البرنامج الصباح الأول في تونس مع رفيق بوشناق وبقية الفريق التسعة ونص جيكم وجيها الجندوبي في المدام وجيها ساعتين ونص فيهم برشا ضحك وبرشا دمار حتى النص النهار زينب تحكي لنا أصل الحكاية والتفاؤل والأمل مع مدام ليلي وآخر أخبار الميديا في تونس والعالم مع شيهين ودورة في المرشي ومدام عالية تعطينا حكاية زمان هذا الكل وأكثر مع المدام وجيها نص النهار موعدكم مع برنامج في 90 دقيقة الأخبار والنقاشات والتحاليل والضيوف اللي تحبوا تسمعوهم مع خلود المبروك سفيان بن حميدة طارق الكحلاوي وشكيب الدرويش مدي ساعة ونص انت الصحافي والكل مليك في مع الناس مع زينب المالكي اطلبونا على 58 550 707 واعطيونا أخبار جهتكم محمد السياري للموسم الرابع على التوالي في نهجة تريبينال مدي ساعتين يحكينا على القضايا اللي هزت الرأي العام في تونس والعالم ما 3 غير 4 3000 سنة حضارة مع الدكتور محمد حسين فانتر برنامج ألو إي إف إم يواصل للموسم الثاني على التوالي في الاختصاص الطبي استشارات ونصايح طبية مجانية مع هجر الحناشي معها طبيب كل يوم من الاثنين للجمعة يكفيكم باش تطلبونا على 31 380 ألف الأربعة متاع العشية برنامج الدوامة وحوارات الإثارة والتشويق في ساعة يوميا من الاثنين للجمعة مع محمد الخميسي الخمسة متاع العشية غاسين كاري إيوان سوكم في المرويح من القرية والخدمة سامي بن نور وبقية الفريق جميلة الشيحي عبد الستار عميمو أنس بن مالك سوسن معالج إبراهيم الطيف الشادي العرفاوي فرح بن رجب وغازي العيادي بعدها نحكي وسبور مع أيمن زروق سمير السليمي حسام الحاج علي والكابتن خالد حسني في سبور بلوس 8 متاع الليل تسمعوا ليسار نهار كامل في ساعة مع حاتم بالحاج في مع حاتم من 9 للعشرة متاع الليل تسهروا مع نوفيل جينيراسيون طارق الحناشي وبقية ليكيب والضحكة جارانتي العشرة متاع الليل شارك معانا في كلام في الليل عبر واعطينا رايك على 58 550 706 في المواضيع اللي تقترحها فرح بن عمارة كل ليلة من الاثنين للجمعة EFM أحلى راديو EFM غدوة السبعة متاع الصباح تبدأوا نهاركم مع الرف ماج البرنامج الصباحي الأول في تونس مع رفيق بوشناق وبقية الفريق التسعة ونص جيكم وجيها الجندوبي في المدام وجيها
ساعتين ونص فيهم برشا ضحك وبرشا دمار حتى النص النهار. زينب تحكي لنا أصل الحكاية والتفاؤل والأمل مع مدام ليلي وآخر أخبار الميديا في تونس والعالم مع شيهين ودورة في المرشي ومدام عليا تعطينا حكاية زمان. هذا الكل وأكثر مع المدام وجيهة. نص النهار موعدكم مع برنامج في 90 دقيقة، الأخبار والنقاشات والتحاليل والضيوف اللي تحبوا تسمعوهم مع خلود المبروك، سفيان بن حميدة، طارق الكحلاوي وشكيب الدرويش. مدي ساعة ونص انتي الصحافي والكل مليك في مع الناس مع زينب المالكي. اطلبونا على 58 550 707 واعطيونا أخبار جهتكم. محمد السياري للموسم الرابع على التوالي في نهج تريبينال مدي ساعتين يحكي لنا على القضايا اللي هزت الرأي العام في تونس والعالم. ما 3 غير 4 3000 سنة حضارة مع الدكتور محمد حسين فانتر. برنامج ألو إي إف إم يواصل للموسم الثاني على التوالي في الاختصاص الطبي، استشارات ونصايح طبية مجانية مع هاجر الحناشي مع طبيب كل يوم من الاثنين للجمعة. يكفيكم باش تطلبونا على 31 380 ألف. الأربعة متاع العشية برنامج الدوامة وحوارات الإثارة والتشويق في ساعة يوميا من الاثنين للجمعة مع محمد الخماسي. الخمسة متاع العشية غاسين كاغي يونسوكم في المرويح من القرية والخدمة. سيمي 54 دقيقة موزين معكم حتى للعشرة متاع الليل في نوفيل جينيراسيون بقيادة مروان بوزيان. مون غاتي ليديا العسلي. هلو هلو سيد الون منشو أحمد عجيمي. بونسواغ وحش اليوتيوب محمد علي تونسي. وي 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 مباشرة نذهب إلى إين أو مش إين. فيش نبدأ لكم الخبر. كومون ان شاء الله المانع خير. محمد بن عمار أي. انا قدوه في تونس وبعد الحبيب بورقيبه نجي انا. ليه؟ ليه؟ اشنو؟ بعد الحبيب بورقيبه مو بن علي. وبعد بن علي المبز. اي بعد المبز. اي الدكتور منصف مرزوق. المرزوق. اي بعد المرزوق البيجي قائد السبس. الله يرحمه. الله يرحمه البجبوج. بعد البجبوج. اي محمد الناصر نحبه برش. محمد الناصر وحليه وما عمل شيء ما نحبه برش. نحسه معنا الناس مليح برش قاعدين يدعيوا فيه توا انه يتدخل باش يصلح بين الاحزاب كي يكون صوت حكمة. اي كلام عنده كلام حلو يمكن هذه الموهبة متاعه. ليه شخصية سياسية كبيرة برشا يقدروها برشا سياسيين في تونس. على ذلك اخر المناضلين مازالوا قاعد الحال. على ذلك برشا قاعدين يعملوا في دعوة انه يتدخل باش يكون هو بادر الصلح بين الاحزاب الكل. انا بيتي قلت لك نقدروا ما نعرفش عليه. وما عمل شيء ما نقدروا من بعد دي عاد نكمل توا. سيد الرئيس قيس المنتخب أولا بالك شي بالك شي بعده محمد بن عمار. هذي فهم مو بالغلط طفل ذاك محمد بن عمار ظلموا المونتاج. الفيديو هو بطن يقص. هو يقصد أنا بعد شيرة لحبيب بورقيبة خاطر ديما يقعد في قهوة بحث البالماريو ورا الأفريكا. ورا الأفريكا بنية جديدة ورا الأفريكا سموها تفتيشات حصر. باهي يا سيدي مريم دبير قالت عن اليوم الاساطير جبت لكم. عندي تسجيل خطير كان خرجوا سامي الفهري عادي عمره كله في سجن لطف عليه. زعما شكون؟ مريم دبيغ. اسمع انا دبيغ هذي طلبتها مره في بنا باش نعملوا كي فان يتو على تيلي اي با فوالا كاو معايا سيكي كاو. ما عندكش قالت لك نجم تشد الحبس عمرك كله. ديجا في قلبه انا. اي ولكن الفرق بين العمر الكل وبين عوايم. اسمع انا تعرف شنو نحب نقول. ربي يخلص واحد. ربي يخلص واحلي بريميرمون. واسمع وربي يهديك يا امين قارا على خاطر اسمع هو سبب في الاخر. منين جابهم هذوما؟ ولكن انت زاد كنت سبب بما انك عديت في القناه نتاعك. انت سي سامي صححت لها راهو. اسمع انا مانيش الانيماتور. الانيماتور هو امين قارا والمعد ما نعرفش شكون. ما نعرفش نخلص كل مره معد. انتو قاعد يخلص المعد ما نعرفش مالك بالحاج نعرف وين مالك بتيتر. يلا باهي. علماء يحذرون من تفشي فيروس جديد سبب نتاعو الخفافيش. شنو الخفافيش؟ كرهونا في باتمان وكرهونا في الدنيا الكل. شنو رسالتكم للصين؟ عندي رساله نحب نوجهها للصين. والله هو الفيروس هذاك تجي تشوف علمنا برشا حاجات. علمنا نغسلوا يدينا. علمنا نغسلوا وجوهنا وننظفوا رواحنا. ان شاء الله الفيروس الجاي يجي في ضبابته. خلي علم برشا عباد. عندي رساله للشعب الصيني في المترو دو. قول شو هذا؟ هذا
عقد اني ارقد في اثنين. بصيني بصيني بصين. اخر مره ترتجل اخر مره ترتجل بالطريقه هذه باهي عادي كيما كينيك لو تريحه كي بعد ما تاكل تريحه تقول ما توجعش. احنا عملنا كيكا بعد الكورونا كي يجي فيروس واحد اخر نورمال عادي. باهي سرقت 853 مليون من مكتب باريف في سيدي بوزيد موجود الاخبار الصحيح ولا في بالكم قديش 853 مليون مكتب بريد في 8 مليون 853 مكتب بريد بوستة معناتها ما تجيش كيفاش يمكن معناها هذه ترى البيع شنو هذايا من الاخر هذايا بارامون واحد سرق 8 ملايين واللي مولا البوستة سرق هو 8 مليون فهمت الفازة عملوها الفازة في مسرح مصر الفازة هذه تعرفون على الاخر علي ربيع وجماعة اي قول لي دليل 800 وقديه 53 هذه بوستة رجلها شيف داجونس مع رسب بانك هذه دونك تصورش كان صحيحة مستحيل بوستة ما فيهاش 8 مليون في سيدي بوزيد بالكش الفلوس نتاع جرح الثورة سرقوا انت كي تمشي تجبد في باندا تجبد باندا 100000 تقول لك عندك 500 شحيت قلت عندي 500 فرنك شتفه ما تحكي يوم عندهم كارتة اسمها ادينار ادينار بالدينار معناها انت عجيمي من الناس اللي خبيوا فلوسهم في البوستة ولا في انا من الناس خبيهم في شونو انت خليتك عندك عقدة من بانك كلمة بانك ليه بي بوستة 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 رد بي بوستة بوستة سافا بلاي طارق ما بوستة سافا امريكا سافا بوستة اي تعرفوش طبيب عينين باهي علاش؟ على خاطر معاش راه في الفلوس على الحال الفلوس نختموا الحصة يعطيكم صحة كاملة الفريق ميرسي بوكو محمد علي التونسي وي 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 يا دوما مروان بوزين قاتي ليلتكم زينة ليديا العسلي الجميلة هلو هلو صباح الخير الناس الكل ملك المنشور ميرسي بوكو القيصر بونوي بونوي تحية لكل الفريق عزة تويتي في الإخراج حلمي بوربيع محمد بن يمنة في الإعداد عزة تويتي في الإخراج وإم رابح في الـ FM TV تلقاو الفيديوهات نتاعنا عشان يوتيوب FM TV ولا على الباج فيسبوك راديو FM بعد شوية يجيكم فرحة بن عمارة في كلام في الليل هنتقابل غدوة في نفس التوقيت إلى اللقاء تشاو تشاو